المقاصد الشرعي للصيام إثبات الأخوة بين المسلمين، فإن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلم وغيره عند الله سواء، لا يفرق أحدهم على الآخر إلا بالتقوى، وهو ما وقر في قلبه وأثر على جوارحه. ولذا فإن هذا الصوم من أعظم الأسباب المفضية لإثبات الأخوة ودرء الكبر بين هؤلاء الإخوة. فإن المرأة إذا أراد أن يحقق الأخوة في الإسلام فلا يتكبر على أخيه، ولا ينظر إليه شزرا، ولا ينقصه قدره، وإنما ينزله منزلته، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف كان الصيام كذلك؟ الصوم الناس فيه سواء من أول النهار إلى آخره، كلهم يمتنعون عن الطعام سواء، فلا فرق بين زيد وعمر في طعامه، بل إذا جاء فطرهم استحب أن يكون الفطر للناس سواء، فيفطر المرء على تمرات، فإن لم يكو فعلى رطبات، فإن لم يكو فتمرات، فإن لم يكو حس حسوات من ماء، إذن يستوون في أكلهم وشرابهم. ولنعلم أن الناس إنما يتفارقون في أربع: في أكلهم وشربهم، وفي لبسهم، وفي مسكنهم، وفي ركوبهم، وما زاد عن ذلك فإنها أمور لا تكون ظاهرة. من أظهر الأمور التي يتفارق فيها الناس ويقع فيها احتقار بعض الناس لبعض ما يتعلق بالطعام، فإذا أمسك المرء نصف يومه، وذلك بإمساكه عن الصوم نهاره كله، فكان كغيره في الإمساك وعدم الأكل، فإنه حينئذ ساواهم في الفعل، ثم إذا فعل ذلك أحس بما يحس به غيره من الجوع والنصب والنقص، فحينئذ يحس بما حس به الفقراء، ثم بعد ذلك إذا أفطر أكل ما يأكله غيره من المسلمين. وعندما يفطر المرء، وهذه مسألة مهمة، فإنه يأكل ما وجده أمامه، فإن المرء إذا كان جائعا فيأكل ما أمامه سواء كان من أطيب الطعام أو من أواسطه، فحينئذ لا يتشرط في طعامه ولا ينتقي أعلاه. وقد جاء أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان ابن عمه، وهو أخو زوجته محمد بن مسلمة، كان شرها في طعامه، يأكل طعاما كثيرا، وكان لا يأكل إلا أطيب الطعام وأعلاه. فجاءه يوما في بيته، فما كان من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إلا أن أطال عليه في الطعام وأخر عليه تقديمه، وكان عمر رضي الله عنه يختلس إليه النبرات حتى إذا عرف الجوع في عينيه وفي أفعاله أمر عمر بن عبد العزيز بأن يؤتى بطعامه هو، فقدم لعمر وضيفه طعام عمر، وهو خبز وأدم من زيت ونحوه، فحينئذ أكل عمر وأكل ضيفه أكلا كثيرا، أعني ضيف عمر أكل أكلا كثيرا، وما زال عمر يقول له كل كل حتى امتلأ، وقال لا أجد لذلك مسلكا. فلما انتهى أمر عمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز أن يقدم الطعام الطيب الهني الذي تعب في ألوانه وأنواعه، فلما قدم له لم يستطع أن يأكل منه شيئا، فقال له عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه اعلم أن الجوع يسده أي طعام، يسده أي طعام. فكان ذلك درسا له في عدم الإكثار من الأكل وعدم التنويع له. وقد قال فقهاؤنا ومنهم ابن القيم أن كثرة الأنواع على السفرة سرف، وهذا من الأمور المهمة، فمن راعى هذا المقصد في أفعاله، وسيأتي بعد قليل ولربما نسيته فأنبه عنه الآن، فإنه لا يسرف في طعامه عند إفطاره، ولا يكثر من أنواعه، وهذا من باب الامتثال لأمر الله عز وجل بعدم السرف وتحقيق لهذا المقصد العظيم.